السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على المنتوجات ولا المكياج اللي استعملت هذه المده كلها، وعندي عزيز عليا داك المكياج واللي عجبني بزاف من ميركادونا. المهم حطيته هنايا. انا كما كتعرفوا المكياج ديالي كنستفو دائما في التوكادور. علاش؟ باش حيت فاش كنحطو هنايا وداكشي فاش كتهزي وداكشي من بعد كتبقاي تخلق لك المكياج، الكحله كتخلط مع سميتو وبزاف ديال الحاجات. داكشي على انا كنفضل كنستف كل حاجه بلاصتها ونبدا نراقب ونمسح داكشي ونسد لي مفتوح وسميتو هكاك ما يتخربقش لكم المكياج. المهم كما كتشوفوا حطيتو في هذا اللي هضرت لكم عليه. خديت هاد الاواخر هادي من بريمارك، خديته بجوج اورو، وما كما كتشوفوا دايرينو زعما كاين غير بيكيني وداكشي، ولكن انايا درت فيه المكياج. المهم ادروس ادروس يعني كما هي. ودابا غادي ندوز نبدا نهضر لكم المنتوجات اللي كاينين هنا كاملهم ديال ميركادونا. غنهضر لكم واحد بواحد والطريقات نهضر لكم واحد بواحد ولاش كيليق. المهم اول حاجه غنهضر لكم على هذا الفوندو تان هذا اللي كنتو عقلتو عليه. هذا الفوندو تان هذا كنصورته لكم في لاباج بالنسبه للناس اللي ما عارفينش لاباج، غادي نخليها لكم هنايا غادي تبان ديال الفيسبوك، حيت كنحط فيها البرودويات وكنبوبليكي فيها بزاف ديال الحاجات اللي ما كنحطش في القناه. المهم كما كتشوفوا هذا الفوندو تان كيجي داير بحال هكا. الناس اللي غادي يعرفوه كيف ميركادونا كيدير بسبعة اورو، وفيه دوس انونو يعني فيه فوندو تان وفي نفس الوقت البودر. هذا كيجي ثقيل 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 بزاف، صراحه كيحمقني في الحفلات وفي الاعراس وداكشي، كيخلي لك وجهك داير ها. ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم البشره جافه ولا عندهم تجاعيد في الوجه ديالهم ما ننصحهمش يديروه. هذا غيديرو غير الناس اللي البشره ديالهم دهنيه وما فيهاش بزاف ديال التجاعيد، حيت هذا كيبدا داير بحال داك ديال الماك، كيبقى يدير لكم التجاعيد في الجبهه هنايا وهنا عند العينين. داكشي على الناس اللي عندهم التجاعيد في هاد البلاصه وفي الجبهه وهنايا ما ننصحهمش ياخذوا هذا. الناس اللي البشره ديالهم ما فيها لا تجاعيد والبشره ديالهم دهنيه اللي باغيين شويه، حيت هما كلهم غامقين، رقم واحد اللي عندي انا هو اللي اللون ديالو فاتح. دابا غادي ندوز نوري لكم فوندو تان ديال البشره الجافه. الفوندو تان ديال البشره الجافه هو هاد ماكس فاكتور، هذا ماكس فاكتور هذا هو اللي كيليق للبشره الجافه. وباش عجبني فيه تريس انونو، فيه كونسيلر وفيه برايمر وفيه فوندو تان ديال الوجه، يعني هذا تقدري تقربي هنا وتقدري ديري حتى فوق عينيك وفي الوجه ديالك، يعني ما تخافي منه والو. والحاجه الثانيه اللي عجبتني فيه بزاف هو انه فيه واحد اس بي اف 20، يعني فيه واحد الحمايه، يعني بلا ما ديري داك بروتيكتور سولار عاد باش ديري في وجهك، الا درتي غير هذا بوحدو يعني ما غيطرا ليك والو لوجهك. الناس اللي عندهم البشره الجافه وعندهم حتى التجاعيد في وجههم وعندهم اي حاجه، ننصحهم ياخذوا هذا، حيت هذا كيجي التكستورة ديالو خفيفه ومزيته. وكت الناس اللي ما كيبان لهم وجههم ناشف ما كيبرق ما مزيت، ننصحهم ياخذوا هذا. الناس اللي عندهم بشره دهنيه ما ياخذوش هذا، ماشي ديالي هذا، كديرو اختي. انا عندي هادو الفوندو تان ديال البشره الدهنيه. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم هاد الفوندو تان هذا اللي ديال بارا تودو تيبو دي بيل، معنى يعني اي نوع البشره الجافه المختلطه الدهنيه اي واحد. هذا سميتو خرجوا هذا الشهر 4 عادي وخديتو عجبني بزاف، اللي سميتو ماكياخي مات. الا كنتو عقلتو عليه هذا كيجي داير بحال هكا. واحد النهار درت لكم واحد الفيديو فيه ماكياج بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا بحالاش كيجي في الوجه، راه درت لكم واحد الماكياج به، قلبوا القناه غادي تلقاو فيه واحد سميتو. المهم هذا الصراحه عجبني بزاف، وكما كتبين هنايا وكما قالت لي هي تما يعني ديال جميع نوع البشره. وبالنسبه للناس اللي غايقولوا لي واش غنتلقى في ميركادونا، يقدر هذا غير تيمبورالمنت كيجيبوه غير في واحد الوقت ديال شهر 4 ولا واحد الوقت ديال الخريف ومن بعد كيوقفوه. تقدري تمشي تشوفي بين فوندو تانات يقدر يكون، الا ما كاينش هذا غير تيمبورالمنت، من بعد غادي يرجعوا ثاني العام الجاي. المهم دابا غادي ندوز نهضر لكم على اخر فوندو تان باش ندوز الماكياج اخر. اخر فوندو تان هو هذا ماكياخي فيخو.
هاد المكياج في خوكو بريانتي كناخدو من نهار فتحت القناه من نهار خرجوا جديد، وانا دائما هاد المكياج في خوكو بريانتي. الناس اللي قالوا باللي كيشبه استيلودر، استيلودر عندي، ولكن هذا كيجي ثقيل وزوين على استيلودر. استيلودر كيجي شويه تكستورة ديالو خفيفه زوينه، كيخلي لك وجه ديالك زوين، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم عندهم ديفيكتوس ولا عندهم بزاف ديال ما عرفتش كنقول لكم بزاف ديال سميتو في الوجه ديالهم، نصحهم ياخذوا هذا ديال سميتو اللي رخيص 5 اورو، حيت استيلودر كتقدر تغطي لك غير تغطي، ولكن خاصك تبقاي تعاودي وتعاودي جوج ديال الكاباس ولا ثلاثه ديال الكاباس عاد باش يغطي لك داك الشيء. هادي كنحس التكستوره ديالها ثقيله بزاف وكتغطي مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه يقدر يديروه، ولكن اول قبل ما يديرو خاصهم يرطبوا الوجه ديالهم، وخاصهم يديروا اكسفولينتيس المقشرات، وخاصهم يديروا ماسكات مرطبه، ويديروا من بعد يرطبوا الوجه ديالهم عاد باش يديروا هاد الفوندو تاع هذا. الناس اللي عندهم بشره دهنيه بحال ديالي يديروا النيشان، غادي يجيكم النيشان في الوجه ديالكم. دابا غادي ندوز نهضر لكم على الايلاينر اللي الناس دائما في القناه كيقولوا لي حسنا فاش كنكون دايره ايلاينر، وهو اللي دايره دابا في عيني كما كتشوفوا. وكنت درتو في واحد الفيديو، سولتني واحد البنت وسولوني بزاف كيقولوا لي اش من نوع ديال ايلاينر كديري. بغيت نقول لكم هذا هو ايلاينر خديته من ميركادونا، كيدير ب 3 اورو و95 ولا 3 اورو و50 ما بقيتش عاقله. هذا بالنسبه لي احسن ايلاينر، توب 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 توب، حيت جربت انا بزاف ديال الايلاينر. وشنو كيدير هو فاش كيتبدا يتكحلي فوق عينيك؟ شنو كيدير هو؟ ما عرفتش كنقول لكم، كيخلي لكم فوق عينيكم بحال باهت، اللون ديالهم داك الكحل الباهت، ما كيبانش داك الكحل الغامق. هذا ايلاينر توب، كيخلي لك داك فوق عينيك كحل 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 بزاف، وكيخلي لك داك الشيء مقاد وزوين، ومن بعد ما كيبهات وما كيتشققش، حيت كاين بعض ديال الايلاينر اللي من بعد المده كيبقاو يتشققوا. وهذا كما كاتبين فيه دايرين باللي كيبقى لارغا دوراسيون، وبصح هذا الا درتي في عينيك كيبقى وما كي ما كي ما كيسيلش ما والو. وحتى الا درتي استعملتيه ككحول، حيت كنديرو بعض المرات ككحول، الصراحه كيعجبني بزاف، ما كيسيل ما والو، وكيبقى في وجهك كيبقى في عينيك لاصق. بالنسبه الا بغيتي تجي تمسحيه بشي تونيكو ولا شي حاجه، ما كيتمسحش ليك التونيكو بالزربه، خاصك دائما تمسحيه بهذوك داك ديال العينين اللي ولات لكم خاص بشحال من الروتين للعنايه بالبشره. وحتى دوك الانواع اللي دايرين بحال ديال النيفيو داكشي اللي كيكونوا مخلطين مع الزيت، هذا هو اللي كيمسح لكم هذا النوع هذا فيه لارغا دوراسيون وبصح. دابا غادي ندوز نهضر لكم على ثلاثه ديال الاقلام ديال ميركادونا. القلم الاول هو القلم ديال الحجبان اللي عجبني بزاف، كنقاد به الحجبان ديالي. اول حاجه كتجي فيه هاد المشيطه هادي اللي كتعجبني بزاف. ثاني حاجه البنات هو كيجي من هنايا قلم اللون ديالو اللي كيخلي لك الحجبان ديالك كيبانوا طبيعيين. المهم هاد القلم هذا بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوا، بلاتي نشوف واش فيه شي نوميرو هنايا، هو النوميرو 3، كيجي واحد القهوي شي شويه خفيف غامق اللي كيبان اللون طبيعي. دابا غادي ندوز نوري لكم هذا الكحل، هذا الكحل هذا ولا قلم ديال العينين ديال ميركادونا، كما كتشوفوا راه صغار حيت كنجرو. هذا القلم هذا طوب، يعني كيلون مزيان العينين وما كيسيحش، كيدير بجوج اورو 50، حتى هذاك ديال الحجبان جوج اورو 50. دابا غادي ندوز نهضر لكم على هذا ديال لافيوس، هذا اللون قهوي كيبان طبيعي الا بغيتي غير ترسمي الفوم ديالك. بالنسبه للناس اللي عندهم الفوم ديالهم كيجي هكا الفوم ديالهم صغير، نصحهم يديروا هذا، ولا حتى اللي كيبغيو يديروا داك القلم كيعجبهم ديري هنا بيرفيلادور دي لابيوس كون الويفيرا اي فيتامين اي، يعني غادي يكون قلم ديال الفوم وفي نفس الوقت مرطب، حيت فيه الويفيرا وفيه فيتامين اي اللي كيرطبوا لنا الفوم ديالنا. حيت انا جربت بعض الاقلام ديال الفوم كيجي كديري كي يقصح لك فمك. هذا البنات رقم 4، هذا رقم 4 بيرفيلادور ديال الفوم عجبني بزاف. دابا غادي ندوز نهضر لكم على هذا العكر هذا اللي كان هذا ما بقاش ما غاديش تلقاوه، هذا ميتاليكو اللي كنت فاش يلا خرجت درت لكم فيديو باش تاخذوه. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي فين سميتو راه ما بقاش، التيمبوراتا ديالو كملات.
هذا ميتاليك، غادي نوري لكم هذا ميتاليك، وباش عجبني بزاف هو كتكليكي يعني من هنا وكيخرج العكر من هنا، واللون ديالو راه كنت وريته لكم وكنديرو بعض المرات. صراحه اللون ديالو واعر واعر بزاف. راه كاين شي بنات فاش كنت هضرت عليه، فاش كنت يلا هضرت لكم عليه، بحال خادو حيت خلاو ليا في الكومنتار لتحت وقالوا لي بلي عجبهم بزاف. المهم اللي خدات بحال ديالي تخلي في الكومنتار لتحت وتقول لي واش عجبها ولا لا الراي ديالها في هذا العكر ولا حتى في هذا المكياج هذا ديال ميركادونا. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم هاد سميتو هاد ايلومينادور. هذا بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي فين خديتي هاد ايلومينادور، المهم هادو كامل منتوجات ديال ميركادونا، خديته في ميركادونا، ولكن هذا تيمبور هذا ديالو كملت. هاد ايلومينادور وهاد العكر وهاد الفندق تام كيجيو بثلاثه نيشان اللي صافي كملت التيمبور هذا ديالهم، ولكن بحال العام الجاي تاني غيديرهم في نفس الوقت في ديك شهر 4 شهر 3 ولا في الاعياد يقدر الشهيد غادي يحطهم تاني. المهم هاد ايلومينادور هذا عجبني بزاف، كتجي من هنايا واحد المرايه، كتجي من هنا واحد المرايه وكيجينا ايلومينادور على لون كريمة. الصراحه عجبني بزاف، كيبقى تديري لي بحال هكا وكيبقى يضوي لك، يعني كيدير لك واحد الاضاءه طبيعيه وزوينه بزاف. راه هو اللي دايره في هاد البومولوز ديالي. واخر حاجه اللي غنهضر لكم عليه هو هذا الاكسفوليانت لابيال اللي مازال كاين في ميركادونا، شفتهم جابوه حتى في اللون الاخضر. المهم انا عندي هذا ديال ساندية اللي الريحه ديالو زوينه بزاف، راه مكتوبه فيه اكسفوليانت لابيال ساندية ولا الريحه ديال الدلع. صراحه عجبني بزاف وكنقشر به الفوم ديالي قبل ما ندير العكر، عاد كنقشر به وندير واحد البوم عليفا، وبما كندير الماكياج كنخلي الفوم ديالي يترطب باش يجيني واحد العكر زوين في الفوم ديالي بلا قشور بلا ديفيكتوس. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم فيديوهات بحال هكا ديروا لي بزاف ديال لي لايكات وشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا كاين في اسبانيا باغيين حتى هما يستافدوا ونستافدوا جميع. وشاركوا القناه ديالي باش تكبر ان شاء الله ونوليو كلنا كنستافدوا. وشكرا بزاف، حتى مره اخرى ان شاء الله بسلامه.